ضربة مرمى وعالية وأمامية. يا ديني يا ديني، لا كده يا سامح، الله لا يسامحك يا سامح، يا سامح شريف يروح يقول لأبوه دلوقتي يا سامح. الراجل كل يوم يقول له عايزين نفرح بيك، يقول له سامح الله لا يسامحه فرحتنا. الأحفاد الأبوبة والأمومة يا شريف، الله يخلف عليك يا غالي، لقنوا الشهادة يا سامح، الله لا يسامحك، لقنوا الشهادة. سيبوا يالا يا تسيبوا بيتحاسب يالا، سيبوه يا دمرتوه، دمرتوا حياته يالا، كان نفسه عين يبقى عنده عيال. لقيت انتعك عربية محملة زلط يا سامح. عبده بينزل لأرض الملعب تغيير على السخان، وآتي انطلاقة من عبده اللي بيحب المساحات. يا ريتك ما نزلت يا عبده. ايه يا عبود قطع نفسك يا عبده، اتق الله في نفسك يالا، يا هتموت متكعبل يالا، ماشي تلف على بعضك كده ليه شبه العجل لسه مولود. امسك ركبك يا عبده، ده مش منظر لاعب كورة يالا، اتق الله. ضربة حرة مباشرة على التنفيذ، همت الهمم يا همت، ان شاء الله اول الاهداف. وادي كرة عالية، امسك يا شادي، بتعمل ايه يا شادي؟ يا شط عليك ارموط، دي كرة تخش جول يا شادي، قوم اعمل لك كوبايتين شاي. وادي بداية الهجمة، يا سرحان يا سرحان، نصك التحتاني فوت يا سرحان. وادي كرة الأستاذ فادي مدرس العلوم جزاه الله خيرا، طالع يساند الفرقة، وكرة أمامية، وادي علاء بتطلع ليه يا أستاذ فادي؟ سايب الحصة وطالع رايح فين؟ اتق الله، كرة القدم تلعب بالرجل وتلعب بالدماغ والمصحف، والله ما نافع كده يا أستاذ فادي. روح عندك بكره دروس وعندك مصالح بكره، سيب كره القدم دي لينا احنا كمراهقين، الكلام ده مش ليك يا غالي. كره عاليه، ليه كده يا منير؟ مالك ومال ظهره يا منير؟ ليه كده يا عالمي؟ هو انت ديناصور يا لا من فصيله التنانين واحنا ما نعرفش؟ طالع تنطح يا لا يا سواد، شلال نص داخل في ظهره بركبتك وفي الكرة في ايدك، دي مش كرة قدم، افتح لك محل صابون وبريل يالا، يا ما لكش دعوة بالكرة، اتق الله. في مدافع هربان ورا، يا ترى ممكن نشوف اول اهداف يا ديني النبي؟ يا ضهوتي ده مش صداع نصفي، ده شلل كلي. كرة القدم مش دماغه يا معلم، واي حاجة مكورة وخلاص. كرة من الناحية اليمنى، وآدي هاني، هاني يا ديني النبي، يا عيني عليك يا هاني، هات أجمل الأهداف تاني، اتفرج يا عبدو، اتفرج يا عبدو على الدبل كيك، الواد بيعمل دبل كيك وانت بتعمل لي بالانس الدلافين يالا.